السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذنا الأولى متواصلة، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم أعزائي التلاميذ نكمل معكم بكتابكم كتاب الدروس، كتاب اللغة الإنجليزية صفحة 90. قبل ما نبدأ هذا الفيديو أعزائي التلاميذ، ما تنسوش تدعموني بإعجاباتكم، واللي أول مرة يدخل للقناة ما ينساش يضغط على زر الاشتراك اللي هو موجود جزء أسفل الفيديو، ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وهذا توجد أعزائي التلاميذ فضلا وليس أمرا. هيا نبدأ على بركة الله. قلنا صفحة 90. I think and write. أنا أفكر وأكتب. I read the letter and write a reply. أنا أقرأ هذه الرسالة وبعد نكتب الجواب. دوك نشوفه. Dear friend يونس، عزيز صديق العزيز يونس. I hope you are fine. I am happy to know about your daily activities. My mother wants to know about your mom's daily activities. Please let us know what she does every day. My regards to your parents, Margaret. يعني رسالة بعتها مارغريت يونس. قالت له dear friend يونس، معناها صديق العزيز يونس. I hope you are fine. أتمنى أن تكون بخير. I'm happy to know about your daily activities. أنا سعيدة لمعرفة حول نشاطاتك اليومية. My mother wants to know about your mom's daily activities. My mother أمي wants تريد أن تعرف عن نشاطات اليومية تاع أمك تاع مامك. Please let us know what she does every day. من فضلك دعنا نعرف ماذا تعمل، ماذا تفعل كل يوم. My regards to your parents. معناها تحياتي لوالديك مارغريت. مارغريت هي كتبت هذه الرسالة. بعتها ليونس وش حبت قتلو، يعني أنا سعيدة لمعرفة اسم قالها وعلى daily activities تاعو، على النشاطات اليومية اللي شفناهم في الصفحات اللي فاتوا. شفنا يونس وش يدير كل يوم. هي دوك طلبت منه اللي أم هذه مارغريت حابة تعرف على النشاطات اليومية اللي تمارسها كل يوم أم يونس، يعني بين أمهات. نعم نقلكم هاد العلاتة تسمو. Dear friend يونس. Repeat with me. Dear friend يونس. I hope you are fine. أنا أتمنى أن تكون fine، يعني تكون بصحة، يعني بصحة جيدة أو تكون جيد، أن تكون بخير. يعني I am happy. أنا سعيدة. To know، لمعرفة. About، حول. Your daily activities. Your daily معناها يومية. Activities نشاطاتك اليومية. Your نشاطاتك اليومية. My mother أمي wants تريد. To know أن تعرف. About حول. Your mom's daily activities. حابة تعرف عن نشاطات أمك اليومية. Your mom's daily activities. Please من فضلك let us دعنا نعلم أو نتعرف what she does every day، يعني ماذا تفعل. what ماذا she does تفعل هي she هي does هي تفعل every day كل يوم. My regards to your parents. My regards معناتها كما نقولوا مثالي تاع الشو. تحياتي to your parents لوالديك. At your parents. مارغريت يعني رسالة مختصرة ومفهومة. هي اسمها مارغريت سميث، تسكن في لندن سيتي ايربورت اند سو اون. يعني تعطي لي انفورماسيون تاعها ومدات العدد في مارس 29 مارس. هنايا واش قالك؟ قالك write a reply، مثل هالجواب. هي طلبت منك تمدلها، طلبت منك توصف لها ولا تقولها وش دير يما يونس هادي كل يوم. توش تروح دير دوكا، تروح انت تخير روحك يونس وانت راح تبعت هذه الرسالة، يعني الجواب تبعته لمارغريت.
يعني على على يعني كما قلنا النشاطات اليومية تمارسها توجور إما تونس. واش قالك هنا؟ أول شيء تكتب نيم تاعك اسمك، واسمك تكتب اسمك هنا. هنا تبدأ dear friend Marguerite، صديقتي العزيزة Marguerite. أنا كتبت لكم يعني جواب. هنا هم بدأوا لكم هنا my mom is happy to hear from you، أمي هي سعيدة لتسمع منك من عندك. Every day في كل يوم she gets up at 5 a.m. في كل يوم هي تستيقظ على الساعة الخامسة ما تبدأ. She washes herself معناها تغسل نفسها يعني وجهها etc. and gets dressed يعني تذهب لارتداء ملابسها. At 6 o'clock she has breakfast على الساعة السادسة يعني صباحا تتناول فطور صباح تاعها. and watches يعني يعني تشاهد watches the news on TV. watches معناها تشاهد the news الأخبار on TV في التلفاز. she goes to work at 7 o'clock يعني تذهب إلى العمل على الساعة السابعة. she's a nurse هي ممرضة. my mom is never late for work يعني أمي لا تتأخر في عملها. at 7 p.m. على الساعة السابعة مساء she goes to supermarket تذهب إلى supermarket يعني المحل. and then وبعد ذلك ما نقول سبيغات. and then وبعد ذلك she gets home تعود يعني تروح للمنزل. she goes to bed early يعني تذهب إلى الفراش باكرا. at the weekend في عطلة يوم عطلة الأسبوع she practices sport when she has time معناها في عطلة الأسبوع she practices معناها تمارس الرياضة كي يكون عندها الوقت. These are mom's daily activities. Take care, Eunice. يعني هذه هي يوميات نشاطات التي تقوم بها أمي يوميا. Take care معناها يعني كما قلوا اهتم بنفسك. يونس هو اللي كتب لماذا الرسالة. نعود نقرأها. Dear friend Marguerite, my mom is happy to hear from you. Every day she gets up at 5 a.m. She washes herself and gets dressed. At 6 o'clock she has breakfast and watches the news on TV. She goes to work at 7 o'clock. She's nurse. My mom is never late for work. At 7 p.m. she goes to the supermarket and then she gets home. She goes to bed early. At the weekend, she practices sport when she has time. This are mom's daily activities. Take care, Eunice. يعني هذه هي الرسالة اللي بعتها اللي جاوب يونس مارغريت يعني عن نشاطات أمه اليومية. إن شاء الله تكونوا أعزائي التلاميذ تبعتوا معايا وفهمتوا معايا خطوة بخطوة. نتلاقى إن شاء الله في عدد جديد وتجوغ. وعجبتكم هذا الفيديو ما تنسوش تدعموني بإعجاباتكم وتشتركوا في القناة وتضغطوا الشرطة على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكما نقولوا نعاود بزاف ما مشوش الإشعارات وبالك ما شافوش الفيديو اللي شرحت فيهم كيفا. دونك أول حاجة واش تروحوا ديروا؟ لقيتوا داك الزر الأحمر اللي هو موجود جزء أسفل الفيديو واش تروحوا ديروا؟ تروحوا تلقاو راكم مشتركين راهو غري يعني رمادي. اللي عندهم بعربيه تلقاو الغاء الاشتراك عبزوا عليه تضغطوا عليه تلقاو الغاء الاشتراك الغوا الاشتراك. ابغي واش ديروا؟ عاودوا اشتركوا من جديد وعاودوا تضغطوا على زر الجرس يعني هكا بتكونوا فعلتوا الجرس. واللي عندهم فرونسي تلقاو تكونوا راكم ابوني تلقاو هكا لا كولور غري هكا يعني لون رمادي. ابغي اضغطوا عليه خرج لكم سو ديزابوني يعني شوز بالعربيه معناتها الغاء الاشتراك. عاودوا ضغطوا على سو ديزابوني تكونوا سيبون غلطوا الاشتراك. ابغي عاودوا ضغطوا على الزر هذاك الاحمر اللي راهو هذاك الاحمر ابوني يخرج لكم ابوني عاودوا ضغطوا عليه
رقم دوكا اشتركتوا من جديد، ابغي عدو فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، يعني كي تفعلوا هكا ان شاء الله باذن الله يكون تكونوا حليتوا هذا المشكل ويوصلكم الاشعارات ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا تبعتوا معايا، نتلاقاو ان شاء الله في عدد جديد. مع السلامه.